جايز، من فترة بلش وصلنا أسئلة خاصة بالسيكوريتي إيكويبمنت على التشانل، وراح جرب قد ما فيي أعمل فيديوز وجاوب على كل أسئلتكم. اليوم راح نحكي عن الفرق بين السيام والسور، وليش معقول تكون شركتك بحاجة لسور إذا ديجا عندك السيام سوليوشن. هلا اذا كنتوا بتشتغلوا بالسايبر سيكوريتي او بالاي تي بشكل عام، اكيد سامعين بالسيام والسور، ويمكن على الارجح عندكم ديجا سيام سوليوشن. هلا في كتار بيضيعوا بين هالاثنين سوليوشنز، وكتير من الاشخاص من المجال ما بيشوفوا الفرق كتير كبير بيناتهم. سو شو هن هالسوليوشنز؟ شو بيعملوا؟ هل هن فعلا نفس السوليوشن؟ طب اذا عندي سيام ماني بحاجه اجيب سور، او اذا ما عندي ولا سوليوشن منهم اي وحدة منهم بتأديني؟ هل انا بحاجة للاثنين او حتى مني بحاجة لولا وحدة؟ كيف بعرف؟ رح نبلش نشرح بهالفيديو بشكل سريع عن كل وحدة والفرق بيناتهم. شو هو السيام؟ سيام او Security Information and Event Management هي solution او technology that collects and stores security data. يعني مثلا it collects data من firewalls, intrusion detection systems, network appliances, etc. وبعدين من بعد ما تجمع هالداتا بتعمل لها بارسينج وبتسيفها. طب كيف بيشتغل هالسيام سوليوشن؟ كيف تشتغل هالسوليوشن؟ ان فات السيام اجريجيتس اند كوريليتس كل الجاذر الداتا من خلال تحديد هالداتا وتحليلها. بالعاده هالبروسيس بينعمل بمساعده سبيشال اناليتكس وكمان ماشين ليرنينج سوفت وير. السيام هو تول بيشيك بالديتا على باترنز ممكن تحدد اتاك، او بيربط بين عده ايفنت انفورميشن جايه من كذا ديفايس، مثلا ليشوف اذا في اكتيفيتي غريبه عم بتصير ليعمل اليرت اذا في حاجه. طب هلا انا ليش بحاجة لسور اذا اصلا عندي سيام؟ بالعادة ليقدر السيام يميز بين normal و suspicious activities بده ينعمل له regular upgrades و tuning، وهيدا بتنعمل من قبل analysts و engineers. هلأ once السيام صار properly tuned انه ينرد على الalerts اللي رح ينبعته بده يصير كمان manually، يعني نرد على الالرتس هو مانوال بروسيس. كل الالرت لازم يتشيك ويرجعوا اناليست يعملوا تحقيق عليه ليشوفوا اذا هالايفنت هو فولس بوزيتيف او فعلا صار انسيدنت حقيقي. هلا كمان خلال انسيدان حقيقي الانفستيجاسيون والريميديشن اكتيفيتيز هن كمان مانوال بروسيس. اكيد في كتار رح يقولوا انه عدد كبير من السيام سوليوشنز عندهم رينج كبير من القدرات بتسمح لهم يتخطوا نحن شو منتوقع من هيك سوليوشن تعمل. مزبوط، بس هالسوليوشن ما انخلقت to unify people او processes او حتى technologies within a SOC او security operations center. هون بتجي السور سوليوشن كحل، وبتقدر كمان تمشي مع السيام تول السيام سوليوشن ديتكت ذا بوتنشال سكيورتي انسيدنت وتريجرز ذا اليرتس. السور ساعتها بياخذ هالالرتس لليفل ثاني، بيرد عليهم، بيفرز الداتا، وبياخذ الريميديشن ستيبس اذا في حاجه. هون قدر السور يزيد فاليو مهمه على السيام سوليوشن اللي موجوده ديجا. كمان لازم نقول انه بالرغم من اهمية السيام سوليوشن وقديش هي جزء اساسي من الانفراستراكشر تبع الشركة، بس حتى اهم اناليست بدهم يحتاجوا لمساعدة وسبورت خلال بروسس تحليل الالرت. اكيد الالرت جنريتد من السيام مثل الفولنرابيليتي مانجمنت او الثريت انتليجنس بده مساعدة to connect the dots around the security threat. كمان اليوم عدد كبير من هالالرت عم بيكونوا فولس بوزيتيف، ونحط شخص او اثنين او حتى تيم يدرسوا كل الالرتس منه شيء ذكي، وعم نضيع افار ووقت على الفاضي. سو شو هو السور وكيف رح يحل هالمشكله؟ السور او السكيورتي اوركستريشن اوتوميشن اند ريسبونس هي ابروتش مستعمل اليوم بالسكيورتي اوبريشنز والانسيدنت ريسبونس لتصير افيكاس اكثر ومتناسقه كمان. هلا بالتفاصيل كيف بيشتغل السور؟ السور سوليوشن بالعاده ات انيبلز سكيورتي تيمز تو اوتوماتيكلي جاذر كل الكونتكست نيدد لينعمل انفستيجيشن على الالرتس، ان هن اكيد بيكونوا generated across الايكو سيستم. من خلال استعمال البلاتفورم السور
السكيورتي اليرتس بيقدر ينرد عليهم بشكل اوتوماتيك مع استعمال كل التولز والتكنولوجيز اللي نحن بحاجه لهم بطريقه اوركستريتد او متناغمه. بالصور كل الاليرتس بينرد عليهم بيتعالجوا وما بيبقى الا التاسكس اللي هن فعلا هاي برايوريتي او كتير كومبلكس للاناليست ليشتغلوا عليها. كمان السور بيتصرف مثل الفورس مالتيبلاير، يعني بيسمح للسكيورتي تيمز يعملوا قصص اكثر بريسورس اقل، وبيعطي كمان فيتشر تو اوتوميت اوركستريت ريسبوند وميجر الفول انسيدنت ريسبونس لايف سايكل، انكلودينج اكيد ديتكشن، سكيورتي انسيدنت كواليفيكيشن، ترياج، ريمدياسيون وكتير فيتشرز غير. هلا سم اوف ذا كي بنفيتس لاستعمال تكنولوجي سور، مثلا بيقلل الوقت بين البريتش ديسكفري والريزوليوشن، كمان بيصغر الريسك اللي بيجي من ورا السكيورتي انسيدنتس، مما رح يحسن الافيكاسيتي تبع السوك اوبريشنز ويزيد الريتيرن اون انفستمنت للاكزيستينج سكيورتي تكنولوجيز. هلا من بعد ما شفنا كل واحد شو بيعمل وشو الفرق بيناتهم، هل ممكن نحط السيام والسور سوا؟ هلا صحيح في كذا سوك بيمشوا بلا سيام او سور سوليوشن، بس أكترية السكيورتي تيمز بيتفقوا انه يكونوا اثنيناتهم موجودين هو السكسس فورمولا. هلا بالعاده عدد الديلي سكيورتي ايفنتس الجنريتد هو بيكون السبب الرئيسي اللي بيقرر اذا بينعمل امبلمنتاسيون لسيام تول او لا، والقدرة انه ينرد على هالديلي اليرتس كمان بتقرر اذا بينعمل امبلمنتاسيون للسور او لا. هلا اذا شركتكم كبيرة most probably عندكم مئات من الاليرتس بالنهار ومعلمة التيم، فيكن تعمل انتجريشن للسيام تول مع سور سوليوشن وتقدروا تستعملوا هالسكسس فورمولا لتخلقوا سيكوريتي سوليوشن روبوست وافيكاس. هون بتكونوا عم تستغلوا السيام وقدراته على تجميع لارج فوليومز اوف داتا ويقدر يعمل alerts، وهيك السور سوليوشن بتركب فوقه لتقدر تعمل management للincident response process لكل alert، وكمان to automate and orchestrate the regular repetitive tasks. هلا ما رح نفوت بالسوليوشنز الموجودين بالسوق والماركات وهيك وشو مختصة كل وحدة، بهالفيديو حكينا بس عن التكنيكال بارت من كل وحدة. سو هيدا كان الفيديو جايز، اي هوب انه قدرت جاوب على كل اسئلتكم بهالموضوع. بشوفكن بغير فيديوز وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب.